شبه رجلة لفطنا ابني. مجروح. خليني روح شوفها لك. لا تروحي، أخذت على الدكتور وعالج لي إياها، ما فيها شيء. يعني ما في داعي لأتدخل أنا؟ هي ما بدها شيء. معصبة مني كتير. هيك لك، والله معها حق. أهلا وسهلا رفيقي. أهلين سري، شلونك؟ أنا منيحة. شهرين ونص وأنا عم أعتني فيهم. بس هدول خمسة، قولي لي كيف قدرتي تعتني فيهم كلهم؟ أكيد كان في حدا عم يعاون على تربيتهم. كلياتهم كانوا يجوعوا وياكلوا سوا، وكمان كانوا بيعملوها مع بعض بنفس الوقت. كنتي مربية خمس كلاب ببيت واحد؟ ماني مصدقة هالشي. بكرة بس نتزوج رح جيب لها خمسة تانين. أهلين عمو. أهلين عثمان. كنتنا الحلوة؟ لا تواخذيني، تأخرت شوي. ولا يهمك عمو. كان عندي عشاء عمل مع رجل أعمال من اليابان. شفت سيارتك قدام المطعم اللي كنت فيه، والشوفير رضا كان ناطرك جواتها. عن جد؟ كيفك حياتي؟ منيحة، وانت كيفك؟ ايه، شو عملتوا اليوم؟ بابا أنا ومرام عنا خبر كتير حلو. أنا ما حكيت لماما وبابا، بس فيك تقول اتفقنا على الموضوع. نحن قررنا نتزوج قبل الصيف. يا سلام، شو هالخبرية؟ أول ما يتزوجوا رح يجيبوا خمس كلاب. ليسان، شو رأيك بهالخبرية؟ كتير حلوة، بس بالأول لازم نحكي مع الست ندى ومع أبوكي. ما بيصير، لازم ناخد رأيهم. نتزوج بأيار، هيك ما بنكون استعجلنا كتير. بالنسبة إلي ما عندي مانع. سليم، أنت نسيان إنه عندك عسكرية؟ صح، إيه والله نسيت إنه أنا مأجل الموضوع مشان الماجستير. ها، إذا هيك بيصير. شو بابا؟ الأسبوع الجاي نحن منوجه لهم دعوة لأمك وأبوك يجوا لعنا، يا أما نحن منروح لأنقرة نتعشى عندكم. كتير بسيطة. وساعتها منحكي بالموضوع. بس بهالايام بابا عم يستعد للحمله الانتخابيه تبعه، عنده افتتاح لمشفى ومدرسه، لهيك بنهايه هالاسبوع بجوز ما يكون بانقره. عن اذنك بنتي مرام، انا فايتنا، صار لي من الصبح وراسي عم يوجعني كتير. ونحن كنا رح نقوم. عن اذنكم. بس لا تكوني مريضه حبيبتي. لا ما فيني شي، صحتين على قلبكم، تصبحوا على خير، بكره الصبح بشوفكم. وانتي من اهله؟ أنا شوي وبيجي لعندك. خد راحتك. معناتها أنا كمان خليني أقوم. مو على أساس رايح تسهر معنا؟ خليها غير مرة، أنا هلأ صار لازم نام. بكرة أنا وبلقيس عنا شغل كتير، لازم نحضر ملف مشان عمي. حلو، وأنا جاي على الشركة بكرة بكير. إمتى أنت هون مرام؟ رح ضل ليوم الأحد. معناتها بشوفك بعدين. يلا تصبحي على خير. الله معك. لما أمك سمعت بقصة الجواز تبعنا بلش راسها يوجع. لا ما في شي من هاد، بتكون أخذ شوية برد وبكرة رح أطيب لحالها. قررت وين بدي ضل مراد بعد ما يسافر؟ بعتلكن أكثر من رسالة وإيميل، ما شفتوهن؟ مراد ما فرجاني أي شيء. قلتي لي إنه بالبيت،
شو كان عم يعمل؟ ما طلع من اوضته. هالولد رح يجيب لي الجلطة. لا اتركه على راحته، اصلا اليوم تخانقت انا وياه، لهيك حتى على الاكل ما اجى قاعد معنا على الطاولة. بس ما ضل كتير على سفرته، لازم يبلش من هلا يجهز حاله. مراد، مراد، كيندا، كيندا بسرعة، كيندا. شوفي شو صاير، اللي شمس. مراد ابني، مراد حكيني بابا، شبك مراد؟ مراد أكيد صاير معه تسمم من المشروب. أنت متأكد؟ إيه. مراد، مراد عم يتنفس. دسي نبضه، عافية يا رب، معناتها شرب كتير اليوم. مسكي له إيده منيح. استنى أنا راح أتصل بالإسعاف. بابا مراد اصحى، ابني شبك. مراد، المعلم غالب نشر الخبر بالجريدة. دخلك شو استفدنا من ورا نشر هالخبر؟ دغري لفلفوا الموضوع وكذبوا كل الخبرية. الخبر كان راح يطلع هون بكل الجرايد. يا ريتو كان طلع. ليش انت تركت لي بيت حتى ارجع له؟ كنت حبيبة الكل بالضيعة، بس بعد عملتك انا صرت عدوتهم. الكل هنيك عم يحاولوا يتحاشوني ويبعدوا عني كل ما شافوني، حتى المرضانين بطلوا يجوا يتعالجوا عندي بالبيت. تعرف انه انهجموا علي كمان وقلعوني من الضيعة؟ كانوا رح ينتقموا مني بدالك انت. ها؟ من بعد ما كنت أنا تاج راسون صرت عدوة أهل كل الضيعة. معك خبر بهالشي؟ بدك يعني أرجع؟ أرجع على بيتي مشان أنت تسافر وتنبسط لحالك.
ليش انت تركت لي بيت لحتى ارجع واعيش فيه؟ ماني رايحه على اي مكان. ها؟ وانت كمان ما فيك تروح من هون، عم تفهم ولا لا؟ رح امنعك. شو ذنبها لتتركها هون؟ انت مديون لهالبنت، ومديون لالي، ومسؤول عن حياتها للبنت. ميسر حبابي ارجعي، عيب اللي عم تعمليه. لازم تتحمل مسؤولياتك كاملة تجاه فاطمة، عم تفهم؟ ما بيصير تتركها أبداً، فهمان شو عم بحكي؟ قلت لك عم تسمعني؟ يلا وعدني، وعدني إنه ما تتركها، وإنك ما رح تهرب من مسؤولياتك ابني. أنا رح كون موجودة لحتى أشوف بعيني. لك ميسر، لك شو؟ سكوت، يلا روح يلا. من هون ورايح لازم تكون انت المسؤول عن كل اخطائك. انت خليك مع عمتك. ماشي ماشي. لما يناولني هي بدك هي؟ ايه اللي فوق. خد. بيتنا هنيك كان احلى من هالبيت بكتير، بس مضطرين نعيش هون، شو بدنا نعمل؟ ليش فاطمة ما عم ترضى تحكي معي؟ هي ما انا مزعوجة منك انت، بس فينا نظبطه لهالبيت وراح تشوفي. مظبوط مظبوط. نعمل له وش دهان، والجنينة كمان بدها شغل كتير. ما رح تتركينا ما هيك؟ خليكي ست مريم، لا تتركينا وتروحي. ايه كل واحد لازم يرضى بنصيبه.
عمتي. شوفي عمتي، شو رأيك نروح نشوف النبعة؟ ايه ليش لا؟ اختي فاطمة لا تقسي على رجلك كتير، شو حكى الدكتور؟ لا تخاف ماما، اضغط عليها. اها، معناتها امشي على مهلك اختي، لا تبعدوا كتير عن هون، بتضيعوا. ماشي؟ ما راح نبعد كتير. تمام. انت لازم تفهموا اياها وحده وحده، يعني على مهلك عليه، اصلا نحن ما رح نسلمه شحنه دغري. بدنا صوره وسند اقامه ولا حكم عليه كمان. سند الاقامه بده يستاجر بيت بالاول. اللي انت وين قاعد هلا وعند مين؟ انا نازل باوتيل. حلو، خليك فيه حاليا. وقالي على اللورا، تفضل الالم. وفورا اسعفوه لمراد على المشفى. قال لي ساووا له غسيل معده وحطوه بالعنايه المشدده لوش الصبح. مين خبرك بهالشي؟ امبارح لما ما سمعت صوته اتصلت فيه، ما رد على الموبايل، لهيك قلقت عليه كتير. والمسويات اتصلت على البيت، الخاله كيندا ردت علي قالت لي حبيبي عثمان مراد كتير تعبان. ما نو قدران ينسى اللي صار. ناقصنا هو كمان، ما صدقنا خلصنا من كريم طلع لنا مراد. يا ريته يسافر وينقلعنا نخلص منه التاني. انا رايح على قسم المبيعات. امتى رح يجي عمي لهون؟ تركته هو وماما بالبيت. انا بالجيش كنت شوفير شاحنه. برافو عليك، هالشي كتير حلو. بدنا نختبرك قبل ما نسلمك اي شيء. ايه اكيد، بالاول رح نعتبرها فتره تدريب على الشاحنات تبعنا. الحاني على مكتبي لنكفي الاجراءات. خليه يشرب كاسه شاي. ها ماشي. مرحبا خال. صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ أنا منيح، أنت شو أخبارك؟ منيح. في كم سؤال بدي أسألك ياه، أنا هلأ برجع. إيه تفضل. هذا خطيب البنت؟ إيه. إجي بهالسرعة؟ شو بدنا نعمل؟ عمي دري بالموضوع؟ إيه دري، سليم إجي عالشركة؟ إيه إجينا سوا. ما بتعرفوا شو ممكن يصير هون، لهيك لا تخلوه يشوف وشكم. بس هو ما شافنا ولا بيعرفنا. أربعة واحد وعشرين. قلت لك لا تخلوه يشوفكم. يلا لا تناقشني. روح. مثل ما قلت لك، دروس العرض منيح ها، وبعدين اتصل فيني. يلا الله معك. شربت الشاي تبعك؟ ليه شربت؟ ايه حلو، خلينا نروح ونكفي الاجراءات. لك لسه في كتير وراء، لازم نخلص كل الاجراءات اليوم قبل ما تروح. يلا. طبعا استاذ منير، لا تواخذني اخذ من وقتك. لا لا ولا يهمك، لا تفتكر انه انا بعامل الكل مثلك انت. انا مقدر وضعك لانه خاص كتير. لا تذكرني استاذ، انا اسف، بعتذر منك. لا عم بمزح معك، نسيناها لهديك القصه. يلا يلا امشي. عمتي منلاقي ضفادع هون بالنبعة؟ ما بعرف حبيبي. لكن في جزر هناك. لا تقرب من المي مراد، بخاف عليك. مرحبا بنتي. يلا مراد. مراد. فاطمة بنتي، ليش ما عم ترضي تحكي معي؟ حلي عني. انت كمان كذبتي علي. لا بنتي، شو عرفك انه انا كنت هني؟ كنت عم اجمع اعشاب من هني. عم تكذبي، هو اللي قالك روحي شوفيها. لا والله ما قال لي شيء، قالك انه ارتكب جريمه لهيك اجيتي. معقوله انت؟ انا كل يوم الصبح بنزل لاجمع اعشاب من هني والصدفه شفتك مرميه. لا طبعا مو صحيح، كلكم كذابين، الله ينتقم منكم كلكم. فاطمه بنتي شوفي، انا من البدايه وقفت معك وساعدتك. شو صاير؟ أنا رايحة. ليكي
أنا بعدين لدريت إنه هو اللي عمله وتعرضت لصدمة كتير كبيرة. أنا اللي تعرضت لصدمة كبيرة، أنا مو أنتي، ولساتني عم عيشها وماني عارفة شو بدي أخلص منها. ما حدا عاش فيكن اللي أنا عشته، وأنتي لساتك عم تدافع عن ابنك. أنا وقتها دافعت عنه لأنه قال لي إنه ما قرب مني. الله ينتقم منه ومنه كلياتهم. فاطمة مو معقول. لا تضغطي على البنت. أنا سمعتك. ولاد رجدان شاركوا بهالجريمة، ما هيك فاطمة؟ ها؟ ست مريم، لا تلزقي جريمة ابنك بغير عالم. سمعتها بدني، بس أنت ما سمحتي لها تحكي، دغري خرستيها. قالت الله ينتقم منهم كلياتهم. لما قالت هيك كان قصدها على مصطفى. مصطفى أجى على اسطنبول، لهيك دعت عليه لأنه فسخ خطبته وتركها تيجي لهون. لهيك هي طاوعته لكريم وتجوزته. لوين راحوا؟ قالوا رايحين على النبعة، بيكونوا قاعدين هنيك. خليني روح شوفه. خليك انت، انا بروح. ليكن اجوا، ليكن. شو ميسر، وينكن لهلا؟ رحنا شفنا النبعة. الو، الو، انت كريم ما هيك؟ ايه انا. يلا فاطمة استعجل شوي. مين حضرتك؟ لا تفكر اني رح سامحك على اللي عملته فيني. رقم موبايلك صار معي ورح أعرف وين ساكن. وين ما تكون رح أجي وانتقم منك. مين هاد؟ غلطان بالرقم. لما يروح ساعده لكريم خلينا نخلص من الشغلة بقى بسرعة قبل ما تعتم الدنيا. يلا خفة بطريقك، فوت معك هالغراض لجوا. يلا خلصونا بقى. يلا وين رح تهرب مني؟ استناني يا واطي، بس لأوصل لك رح تشوف شو بدي أعمل فيك. والله لا أقطعك شقف. وين رح تهرب مني يا حقير؟ مصطفى خذ هاي الوراق وروح للمعلم ميار بالكراج واحكي معه وعرفه على حالك وعطيه هاي الوراق. تمام. رح تتدرب عنا لفترة وبعدها منسلمك سيارة، فهمت علي؟ ماشي. روح دغري من هون وفوت من أول دخلي على اليسار، بتلاقي الكراج بالصدر واسأل عن ميار. يلا تيسر. ليكو شافني؟ لا لا تخاف ما رح يعرفك. أها، حاجة تطلع فيه تطلع فيني. لا تخاف، قلتلك ما بيعرفك. كله من تحت راس خالي، ليش حتى يجيبوا ويشغلوا عنا هون؟ شكله مانو مريح ابدا. ما تفكر فيه، ما رح يعرفنا. ليكو هون كان عم يطلع فيني. انت لا تخليه يشك بشي. شكله عرفان كل شي. بجوز يفضحني بالشركة كمان. لا تخافي من هالناحية، أنا رح شوفه وأحكي معه. بس من هون ورايح لازم ندير بالنا منيح بالإيس، خلينا نبعد هالفترة. وأنتي كمان لا تجي لعندي على المكتب، وأمور الشغل بتناقشيها مع رفعت. شو بدنا نسوي؟ صباح الخير. أهلا وسهلا. رح مر لعند منير بالأول لشوف إذا عثمان مخبره بشي.
عثمان خليني احكي مع ابي ليبعثوا لمصطفى على اضنا، ما لازم يضل بالشركه. لك انا عم بحكي معك، ليش ما عم ترد علي؟ خلصنا سليم، نحكي بعدين. ماما وين حطيتي لي سيارتي؟ شو بعرفني، دور عليها بين الغراض. دهن لنا هالأوضة تبعنا بالأزرق مصطفى. يي معدلي حمى، قصدي كريم. هالأوضة هاي. لحظة، استني شوي ميسر، ليش ما بنعطيها للست مريم وبناخد اللي بجنبها؟ لا لا معي، ما في داعي. الست مريم ما نضيفة لمعي، صاحبة بيت مثلنا. ايه فهمت فهمت. هن مجبورين فينا، نحن اللي تشردنا من بيتنا وجينا لهون. ايه خلص خلص اسكتي. اصلا الست مريم ما رح تضل، يعني كلها شغلة كم يوم. لا تستقروا انتو بالاول، بعدين منشوف. فاطمة ومراد بيناموا هون على تخت واحد، ومنركب لهم برادي مشان ما ينكشفوا. كريم رح نام بالمستودع لبين ما انتقل. والست مريم بالأوضة الثانية، فاطمة ومراد بيناموا هون، وهنيك أوضة برا. تمام بيمشي الحال هيك. اسمعيني، انتي مرته يا بنت، يعني من حقه تروحي تنامي معه بأوضته. وانتي شو دخلك ولي؟ ايوه، وليش عم تعيطي علينا؟ حكينا لمصلحتك عيني. مصلحتي انا اللي بعرفها مو انتي، لهيك لا تتدخلي. لا تعيطي، احترمي حالك. ميسر لا تنسي انه شنطتنا بسببك يا خانم، تركنا كل شيء وجينا لهون. ومين قالك تجي؟ خلص فاطمة، بدك نتركك على حل شعرك؟ لا تصيعي على كيفك، ما هيك؟ ها؟ لك ميسر، شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ شوف يا ولي، إذا بتتركيه يطير من إيدك لا تلومي إلا حالك. شو بدك مني؟ هلا شو شايفة حالك؟ ما في حدا بيرضى بنت اعتدوا عليها أربعة، فهمتي؟ هذا ما بيمحي اللي صار. المفروض تبوسي إيدك والشوافة. بكفي! تعي لوين رايحة؟ أي؟ أنا بحذرك، فاطمة أختي خط أحمر، أصحك تحكي معها هيك. لك لمعي، شو صاير رجال؟ أصحك. والله أنت صاير رجال وما لي خبر، ها؟ بكفي ميسر. صور قلبي شو رجال. بكفي، لا تطلعي لي خلق ميسر، تعرفيني عصبي. أنا اللي بعرف كيف خليك تروق حبيبي. حلي عني. مصيبة إذا عرف مكانك، أكيد رح يجي ينتقم منك. قال لي مثل ما عرفت رقمك رح لاقي عنوانك. وشلون بده يلاقي عنوانك؟ نحن عايشين ضواحي اسطنبول، ما في أي حدا بيعرف عنواننا هون. منير بيعرف شي؟ تمام، منيح إنه ما بيعرف. اصحك تقلو عليه، المفروض دغري تغير رقم الموبايل كمان. فكرت بهالشي.
تاي وساعدينا بدهان الأوضة. شو مفكرة حالك برنسيسة؟ ليش بتتضايقي مني لما بحكي الحقيقة؟ خليكي زعلاني الله لا يردك. اتركها علي صهري، بالأول رح شغله شوي ليلتهي عنا طبعا، يعني رح ابعته مشاوير لهون وهنيك. ها؟ شرف رشاد بيك، خلينا نروح ونصبح عليه. خليك راجع لك. ولما بيشوف أوروبا وبدوق طعمة المصاري رح ينسى قصة كريم وفاطمة للأبد. صباح الخير. صباح النور. يا أهلين. بالمناسبة رح اشتري البيت والمزرعة تبع أهلها لفاطمة. طبعا ما رح اشتريهم باسمي، رح ابعت حدا غيري، وشو ما دفعنا لهم فيهم رح يبيعوا. قديش مساحتهم؟ شو ما كانت المساحه رح نستفيد منها اكيد. طيب اعمل مثل ما بدك. ماشي اتفقنا. يلا لشوف، شربنا فنجان قهوه. قالوا لي سليم بده يتجوز، تعال نبارك له. عثمان تعال بدي احكي معك. تكرم عمو، ليش متوتر اليوم؟ معناتها العلاقة جدية أكثر مما توقعت. مبارح لما أجيت أنا لهنيك أكيد كان قلبك راح يوقف، ولا أنا غلطان عمو؟ أصحك تقلل أدب معي. يبدو مو لحالي أنا الأزعر بهالعيلة، وأنت كمان مانك قليل عمو رشاد. ولك حقير. مرة تانية إذا بترفع إيدك علي بهالطريقة وحياة اللي خلقك راح أقضي عليك، بمحيك من الوجود رشاد رشدان. ولك شو مفكر حالك يا واطي؟ شو عم تخبص انت؟ انا عم هددك عمي، اذا ما بتعطيني حقي كامل وما بينقص ولا فرنك وحياتك لخبر الشرطة بكل شي عملناه. اها رح موت من الخوف. يلا روح خبرهم. يلا لحد مبارح كنتوا عم تترجوني للفلف القصة، نسيت؟ كنتوا رح تبكوا من خوفكن ليحبسوكن. هاد مبارح. مبارح ليك انا ما عم بمزح، بتعرفني قديش يعني انا مستعد اقضي عمري بالسجن، بس المهم اقضي عليك وما بيرف لي جفن لاني بشبهك كتير. انا عارفان كل ما اضعفك وبفهم عليك عالطاير ووراءك مكشوفة لإلي. واذا عن جد انت واحد ندل وخسيس وما بينحكى معك ابدا. قلت لك اني بشبهك كثير عمو رشاد، لهيك اصحك تستفزني. اصحك. مرحبا. صباح الخير بابا. ايه عمو، مثل ما اتفقنا كل الملفات المتعلقه برومانيا رح تكون على مكتبك المساء. قريت جريده اليوم؟ بالحفلة اللي عملها رشوان بيك أول مبارح، واحد من أعضاء مجلس الشعب كان عم يناقش موضوع الخلجان. شو؟ لا 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 ما قريتها. إذا قدروا يحصلوا على تصديق قوانين الخلجان كلها رح تتغير. طلع. جيبي لي قهوة لي كمان. حاضر استاذ. عم بيقول العرس بجوز يكون بأيار، سمعت شي؟ ايه والله سمعت، قال لي هالشي. شو قال بابا؟ ولا شي، حكينا بموضوع الشغل. هلأ كريم بيعرف انه مصطفى صار يشتغل عنا؟ شو رأيكم نخبره بهالشي؟ طبعا ما في داعي يعرف الموضوع. هالزلمة شكله أبدا ما أنا مريح. هيك شي يعني، معك حق. Thank you.
شايف ليكا سمعت مني وفورا راحت لعنده. على أساس رايح شو ناطر؟ عن قريب. حاول تروح بأسرع وقت، أنا قرفانة من شوفتك قدامي كل يوم الصبح والمساء. اسمع. شوفي عنا شغل اليوم يا شباب. أنا رايح زور مراد اليوم. على أساس كتير مجهول؟ حكيت مع عمي قال لي ما أنا مستعجل لهيك أجلنا الشغل لغير يوم. أصحكم تتركوه لمراد، بدي منكم تديروا بالكم عليه منيح، ما بتعرفوا شو ممكن يعمل. ناقصك أنت تروح معي؟ أنا عندي موعد مع مرام. إيه كريم نعم بدي شوفك ضروري اليوم. بس أنا اليوم عندي مرافعات. عم قل لك ضروري. طيب ماشي، بدي اياك تطالعني من البلد باقصى سرعه. لازم نطلع لك جواز سفر بالاول، يعني لازمك سند اقامه. بدك تستاجر بيت وتاخذ العقد على المختار لحتى يعطيك سند اقامه، بس قبل كل شيء لازم نامن لك مكان تنام فيه. هون نحن لقينا مكان. وين؟ بالضواحي. حلو كتير، معناته جهز لي ورقك واترك شغل جواز السفر علي، انا بطالع. وهي الشغله قديش بدها تاكل وقت؟ شو بيعرفني، راح احاول خلصه بسرعه. اصلا انا كمان بدي سفرك باسرع وقت لانه مصطفى هون جاي يدور عليك. ايه بعرف. شو عرفك انه هون؟ اتصل فيني الصبح. اسمع استناني يا واطي، بس اوصل لك رح تشوف شو رح ساوي فيك، ولا لقطعك شقف. فكر انك تهرب مني يا حقير. مصطفى خد هاي الوراق وروح للمعلم ميار بالكراج. رجع شغله. استناني يا واطي، بس اوصل لك رح تشوف شو رح ساوي فيك، ولا لقطعك شقف. فكر انك تهرب مني يا حقير. مصطفى خد هاي الوراق وروح للمعلم ميار بالكراج.